الفريق مو عنده شيء. أنا مو بحاسب هذه المباراة، فإذا أبغى أحسبها بتكلم وياك عن ليو يعقوب. بس أنا أقول هذه ظلم لنا. وين العدالة اللي قالوا عنها؟ أنا وجهة نظري إن خطأ مدرب. خلي تنافس الرفاع وغير الرفاع. الرفاع هو يعرف من الرفاع. الأمل في الأربع المباريات الجاية. بلانتي واضح بعد شوي ويذبح ايش لما بلانتي بعد لا تعليق صراحه اخضر ابرز ابرز مكانهم مضمون وخسارة فوز أي فريق فيهم ما بتغير وين كل فريق فيهم بيكون. لا إن شاء الله تأخذ يعني المباريات اللي جاية إنك إن شاء الله تأخذها وعلى الجدول على المباريات اللي جاية في مباريات قوية يعني خاصة اللي قدامنا بيلعبون يا بعض. ممكن أنت لو يعني تفوز في الثلاث مباريات اللي جاية إنك وعندك مباراتين محرق والرفاع أو محرق والمنامة بعدين على قولتهم حلها ألف حلال بتكون من مقدمة يعني. عشان يزعم يبنون فريق حق الدرجة الثانية حق يعيدون دور الشيخ ناصر بن حمد صديق هو المدرب اللي بيقودهم حق الصعود الموسم الجاي. والله هذا اعتقاد الإدارة. أنا مو يعني أشتغل بس حق ذي الفترة، أنا أشتغل حق الموسم القادم، فبيكون عقدي من ذي الفترة للموسم الجاي، فبيكون عملنا ذي الموسم حق العمل يعني. شو اللي عن صديق ما قال عن المدربين اللي قابله؟ والله أنا ما أتكلم عن المدربين اللي قابلي يعني والنعم فيهم كابتن صابر وكابتن محمد من خيرات المدربين. يمكن عدم التوفيق هذه لازم أي مدرب، إحنا بعد مرينا في ذي الأمور. بس بالنسبة لي أنا يعني أعمل على الفريق للتطوير يعني تجهيز في ذي الموسم نفسيا فنيا بدنيا. في امور اشوفها قاصر اعمل عليها يعني تشوفها قاصر فريق بتعمل يعني الفريق محتاج يعني يكون حاضر ذهنيا والفريق مو سيء فنيا بس يمكن بعض اللاعبين ياو بين القسم الثاني بس كان فارق نقاط وايد فصار متعب لهم يعني خلصت انت القسم الاول لك نقطتين فصعب ترجع كلام الناس او كلامي وياهم الاستقرار كان افضل حاجة البداية مدرب خاص عرف وضع الفريق فما بيتعب وايد. انت اليوم شنو البلان مالك شنو بتقدر تساوي شنو بتقدر تفعل؟ اكيد نفس ما قلت لك من قبل لو خلي محمد عدنان من قبل ما شالوه ترى هذا الجيل اللي حل يبوهم القسم الثاني كان من احسن ما يكون يبينهم من القسم الاول عشان احنا ما ابو هابطين الحين. شوف كلام الناس يعني ما يصير انا فنيا انا اروح على كلام الناس يعني كلام الناس عيسى السعدون مو بزين بس عيسى السعدون مو بزين كلام الناس انتقدوا علي عاشور الناس تحاجني فنيا يعني قول لي كابتن سلمان شريد قال ليش تغيير اقول لك يعني اقدر ارد عليه فنيا لكن جمهور يقول لي والله شوف في عالم الكره معروف يوم اللي انت نتائج مو زينه المدرب هو اللي بينشال ولا بنشال وانا اقول دائما اقول الاستقرار زين يعني وجهه نظره قلت لي قاعد يبدي كلام بس قلت لك اكو قال هو نجح في الاستقرار هم نجحوا الاهلي في الاستقرار اربع سنوات الحين هم مستقرين وصلوا نهائي كاس الملك فروح قول له ليش الاستقرار احسن تقول لي انا مدرب لما يعرض علي نادي مثل نادي بدايه نادي جيد ارفضه ليش هل هو احسن السي في فقط مو تحسين سي في انا بعمل حق الموسم الجاي عشان ارجع النادي باذن الله ان شاء الله لمكانه في دوري ناصر يعني اكيد انت مدرب تبي تحسن السي في مالك وبعد الفريق في اداره جيده الحين جالسه تعمل معانا وفي لاعبين جيدين اذا نحافظ على المجموعه اللي الحين ونضيف عليها بعض اللاعبين وعندنا بعض اللاعبين من عيال
النادي ان شاء الله بنرجع الموسم القادم قادرا. طبعا هذه شيء في رب العالمين، بس انا قادر اني اعمل يعني، والتوفيق اليوم انا مو بحاسب المباراه. فريق خلاص ما عنده شيء يخسره، فريق هبط رسميا، فريق مبدل مدرب، يعني فريق ما عنده شيء. انا مو بحاسب هذه المباراه، فاذا بحاسب بتكلم وياك عن ليو يعقوب. لا والله انا رايي غير رايك انت. اي فريق بتلعب بتحسب لي الف حساب، كان اللي بديع مع احترامي له او غير اللي بديع، يعني في النهايه انت مطلوب منك ان تفوز تحرز ثلاث نقاط. اللي بديع نفس الشيء، بيحسن الصوره، مدرب جديد جاي بيغير وضع الفريق، بيثبت وجود. هذه يحكم الملعب دائما، المباراه ما تنخذ في على الورق، تنخذ في الملعب. هم كفريق فريق جيد، فريق وضعه جيد في الدوري وفي الكاس الملك، بس انا ما يصير اقول فريق بيغلبني قبل المباراه، انا مدرب ليش جاي؟ انا بادي كل اللي اقدر عليه. ومع البداية شفنا لاعب في الاحتياط كان يقولون عنه مصاب. لا والله البحراني لاعب صغير جاي في الطريق، والحشاش لاعب كبير، حشاش مصاب صار يتمزق مباراة الرفاع. شلون مصاب على البنش؟ أنا ما حد فهمني شلون لاعب مصاب على البنش. احنا من مبارتنا الرفاع لليوم كم صار لنا؟ تقريبا شهر قبل التوقف، آخر مباراة قبل التوقف بعد ما لعب هو الحالة، ما لعب تعالج هيئه وصار زين، اليوم في البنش ان شاء الله يصير له فرصه ويلعب، او خلينا مباراه الكاس ان شاء الله يا رب. نعم، البحراني اخذ فرصته وصار افضل ان شاء الله. نتمنى البحراني يدوم زين عشان فريقنا بعد يصير زين، لان الهداف مالك سجل جول فريقك صار زين. والبحراني يدوم زين وهو اللي شايل الفريق في اخر جولتين. الاهلاوي التسديده، الله يتقدمون في اللقاء. نعم، لا يطوي النسر جناحيه طالما هناك قمة لم يصل إليها بعد. الأهلي يتقدم بأول الأهداف، الأهلي يفتتح النتيجة في هذا اللقاء. توقعت البديع ما بتكون عنده ردة فعل، بس الصراحة عاكسوا الرأي. خسر الكرة خطيرة لسلطان الصلاطنة، وركلة جزاء، ركلة جزاء بخطأ قدمه فريدريك للعودة للبديع في هذا اللقاء اللعب. ويا سلام يا لطف الله، يا سلام عليك يا لطف الله، لطف الله يا كبير لطف الله. كالعادة إبراهيم ما شاء الله عليه من بداية الموسم، من أول مباراة في الدوري وهذا مستواه، ما في شيء جديد. إحنا اليوم مثل ما قلت لك، يعني الجهاز الفني والإداري يحاولون يفصلون بين مباراة اليوم ومباراة الكاس، لكن كلاعب يعني ما زال يفكر في المباراة الأهم، فهذا الغياب الذهني محتمل في دي المباراة في بعض الفترات. ورغم ضياع ضربة الجزاء إلا أن البديع ما زال في اللقاء. إلى صيدو في الجهة اليسرى، محاولة الانطلاق وقف فيها، ممكن يسدد، حلوة التسديدة ولكن لطف الله، جميلة التسديدة ولكن أجمل منك يا إبراهيم لطف الله، التصدي للكرة الماضية. وصنقور معجبا اللي صار، وفي غرفة التبديل اللاعبين يالهم العقاب. ليش على صنقور بين الشوطين كان يصارخ على عباس العصفور وعلى باقر، يقول لهم انا اعلمكم صار لي اسبوع شو تسوون، ولكن نيته واليوم ما طبقته ولا شيء من اللي علمتكم اياه. لا يمكن هو جاب اسم باقر، ما ادري عباس العصفور او نواف، يمكن جاب اسمهم، بس الفريق كله ما كان زين، يعني كله هو يطبق على 11 لاعب ما يطبق على اثنين. انا قايل لكم واحده والثاني واحده والثاني واحده والثاني. انت شلون سمعت؟ شلون سمعت؟ واقف على الباب صح ولا لا؟ انت واقف على الباب؟ لا والله عندك واحد داخل، جزار علينا واحد داخل. صح ولا كلامي؟ ما علي صح، اكيد صح، ما بقول لك لا مو صح، صح كلامك، بس بقول لك احنا 11 لاعب، ال 11 لاعب الشوط الاولي كلهم مو زينين، كلهم مو زينين الشوط الاولي. موجه حق هالاثنين. ما علي جاي اسمه صار، يعني ايش بصير؟ يعني جاي اسمهم لاعبين كبار وكل كل يتقبل النقد، يعني ما فيها شيء. يمكن دنا الاثنين معتمد عليهم في النص ما طبقوا، بس قلت لك انا 11 لاعب ما كنا زينين، انا ما اقول لك عباس ونواف، للفريق كله مو زين الشوط الاولي. وطبيعي عقب هالتوجيهات والانتقاد بنشوف الفريق بشكل ثاني. سالم جمال يلعبها حلوة الكرة، الله الكرة جول، الكرة جول، جول جمال راشد.
هواش انفعلها وسجل الهدف الثاني للأهلي. نعم دون السماء لا تضيء إلا القمم. أنا النسو في العليا محلقة، النسو نسو ولو بين الحديد يتما. والبداية على هالأداء يستاهلون على الأقل هدف. إلى البداية على انطلاقة من فريدك الآن، خطيرة ممكن فيها جول، التسديد جول. البداية يقلص الفارق في هذه الأثناء في الدقيقة 64. البديع يسجل هدفه الأول ويفتح الباب أمام العودة في هذا اللقاء. فريدريك من فراد تام مع إبراهيم، لطف الله تمكن من إسكان هذه الكرة الشباك وتسجيل أول هدف للبديع في اللقاء. انت تقول قبل المباراه غالبين الاهلي بسرعه خسارته. انت الحين ايش قلت الاهلي غالبين من قبل لا تبتدي المباراه. قلت لك المباراه في الملعب اغلبوا ويستاهلون. هل كان بدايع سيء؟ من افضل كان في المباراه؟ سجل. من الافضل سجل. لا انت تقول ان بدايع مغلوب لانه هو طايح ما بيأدي. ما يصير كره القدم فيها اخلاص في الملعب حتى لو ما لك نتيجه. هذه هنا لازم نغير الثقافه في البحرين. فريق انا مالي تشانس بس اخلي الفرق كلها تفوز عليه، لا احنا نجتهد في الملعب نعطي قد ما نقدر. الاهلي فاز لانه استغل فرص ويستحق. انا ما اهضم حق الاهلي. بس هل بدايع كان صيد سهل؟ خسرت؟ لا خسرت كره القدم تخسر فيها. بس هل خسرت؟ ما المباراه قلت لك قبل المباراه؟ قلت لك اليوم المباراه منتهيه وانتهت. حسن أشوف الفريق كامل، ما في غيابات، ما في نقصات، يعني ما في عذر أن المنامة يطلع خسران. اليوم إحنا بنبتدي نحسب ويا بعض. المنامة من 6 بيقدر يحقق 18 ويكون المتوج، ولا كالعادة المنامة ما بيتوج بولا شيء؟ لا شوف لكل قاعدة شواذ، يعني مو بشرط إن إحنا الموسم اللي طاف أو اللي قبله ما قدرنا نخلص الدوري واحنا متوجين بطوله معناته ذي الموسم ما بيتكرر ذا الشيء. لا احنا شوف الرغبه، يمكن الرغبه عند اللاعبين، عند الجهاز الفني والاداري، عند الجمهور. انا اشوف اللاعبين مركزين في ذي الفتره الاخيره بشكل كبير. احنا زرعنا في اللاعبين ان انتوا لاعبين على المجهود اللي عطيتوه تستحقون ان انتوا تكونون ابطال، لكن بالمجهود اللي تقدمونه في ارضيه الملعب. يعني ما حد ياخذ بطوله برا الملعب، لازم تأدي في ارضيه الملعب عشان تحصل اللي تبيه. فالحمد لله اليوم باستثناء وجود كتكوت مصاب عندنا فريق، يمكن لاول مره نشوفه كامل كذي. ان شاء الله يعني في ذي 6 مباريات نكون بعد كاملين بدون اي غيابات، وان شاء الله اليوم نحقق الانتصار الاول من 6 انتصارات ان شاء الله نسعى لها في القادم. والبحرين اللي من أكثر من 5 جولات غايبين عنهم للحين على نفس النقاط، يصير؟ أكيد لا. يعني مو كل شيء الإنسان يتمناه حصله، لكن إحنا سعينا وحاولنا إن يعني نعدل من الفريق. الحمد لله يعني نستلم الفريق، كان الفريق عنده نقطة واحدة، الحين عنده 13 نقطة، وبعد نسعى إن شاء الله إن نحصد نقاط في مباريات يمكن انت تفرجت عليها راحت عندنا عامل الخبره او في اخطاء بسيطه يعني كنا نقدر نتداركها. لكن ايش نقول؟ احنا نقول ان نسعى ونجتهد ان شاء الله، وفي مباريات تقريبا عندنا 6 مباريات نحاول ان نستغل فيها ونكسب نقاط ان شاء الله. انت كنت مع محمد عبد الجواد يا احمد صالح الدخيل، قعدت وتقولون لا محمد عبد الجواد كان يتكلم يقول اعذار، يقول احنا عندنا فريق ابو صالح بيقدر يغير، وحققته 10 نقاط ما حد ينكر، لكن اليوم انت هابط.
ما هبط لكن مركزك هابط. شنو غيرته؟ اللي يقول ان محمد عبد الجواد، احنا ما نتكلم عن كابتن محمد عبد الجواد، لا نهج احمد صالح الدخل. شنو احمد صالح لا شنو غير؟ والله الامور وايد تغيرت ترى، لكن الفرق انت تشوفها، الفرق يعني المنافسه من 4 إلى 5 فرق، والفرق اللي بعد الهبوط يمكن لست فرق. فالدوري محتدم مثل ما قلت لك، احنا نجتهد وعدينا امور وايد الحمد لله. ان شاء الله تكون الفتره الجايه ذي هي تكون فتره نادي البحرين. كل مدرب له اسلوب لعب، له تكتيك معين. اتوقع ان كابتن احمد صالح يمكن نوفق الفتره الثانيه، انه كان مكمل حق كابتن محمد عبد الجواد، ونهضم بحقه. كابتن محمد عبد الجواد عمل شيء كثير، كابتن احمد صالح كمل المسيره. فاليوم انت المدرب الشاطر اللي يعرف شلون يتعامل لما اي فتره 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 مدرب ثاني يعرف يتعامل. شنو النكس عمل اعمل فيه؟ لا تعامل. تشوف انا قريب من انا قريب من الفريق. تقول انا عارف ان انت ما بتقول ومقتنع من كلامي انه صح. بقول لك ليش كلامي صح، ان انت ما تغير شيء اليوم. انت اليوم الحين انت مركزك ال 11، لان انا اتوقع ان بين القسمين الفريق جابت لاعبين زياده محترفين تغيروا، فهم غيروا مو احنا. مثل ما تعرف احنا كنا في ضاقه ماليه والنادي ما يقدر يسجل لاعبين وكذا. لك لاعبين طحت؟ لا لا نفس اللاعبين ترى موجودين. حمد الصنهاجي، يابوا لك احمد صالح سند، يابوا لك احمد راشد، يابوا لك مصعب. هاي بعد 4 نحل حفظهم غير وغير وغير. بس شكل الفريق تغير. بس ما في فايده كابتن. انت لما تلعب مع رفاع الشارقي تسجل عليهم جولين ويدخل فيك اهداف، فانت عندك خلل في المنظومة الدفاعية. مو من الدفاع، المنظومة الدفاعية عندكم مو زينين. فلا مو دفاعنا، المنظومة الدفاعية للفريق ككل. فانت اذا ما عندك تركيز فهذا من 6 مباريات احمد صالح كم نقطة يبي يحقق او يقدر يحقق عشان يتم؟ انا ابيهم كلهم. كم تقدر؟ والله الملعب هو اللي بيقول، لان هاي شيء مو مرتبط باحمد صالح، مرتبط بعطاء اللاعبين داخل الملعب، مرتبط بظروف المباريات. ونتمنى احنا يعني نحصد أكثر نقاط إن شاء الله. الملعب يحكم بين الطرفين. البحرين ومن الدقيقة الأولى في هذا الموسم حتى الآن بحراسة المرمى عمار، لكن تتابع هذه الكرة، وهنا الكرة الأولى مرت كرة ممكن جول، لكن ضاعت فرصة هدف مبكر. أول دقيقة ضيعنا فرصة ما تضيع، فهذه كرة القدم اليوم. لا تشوف اليوم الفريق المباريات كلها، أنا بقول لك من أمس كل الفرق مو دون المستوى. ليش؟ لأن الوقفات تأثر، الوقفات أثر عليهم، وإحنا لنا يعني وايد تأثر. الفريق اليوم مو في مستوى الشوط الأول، وسبب تعرف رمضان الوقفات هاي وايد تأثر على الفرق. أنا أشوف أن عندنا شخصية البطل لحد الآن، أنا أشوف أن عندنا شخصية البطل. إن ليش؟ أن عندنا إحنا أبطال في الملعب، زين، وعندنا بنش بعد يساعدنا إن إحنا نقدر يعني نوصل حق الدوري. بعدين إحنا أنا بالنسبة لي رأي يعني رأي شخصي، خطوة بخطوة على ما نوصل حق اللقب إن شاء الله، والمنومة قيدها إن شاء الله. الشوط الأول سيء أكيد بالنهاية، شوط للنسيان يعني. السيء بالشوط الاول المدرب بالنهايه، هذا امر مفروض. كل مره المدرب ليش سيء انت بعد؟ شو كل مره المدرب؟ هذا عرف بالنسبه لي انا، هي قواعدي بعلم التدريب يعني. في الدقائق الاخيره المنامه جاته فرصه، فيها محاوله راسيه، كوره جول 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 اول المنامه، التاج المنامي ونحو تاج الصداره، تاج الصداره. يمكن من الكره الثابته المنامه يلقون الحل. احنا نتحملها حتى لو في اخطاء، احنا كمدربين احنا نتحملها، خلينا نكون واقعيين. فاليوم لما انت تعمل لازم في امور بسيطه يعني. اليوم الكور الثابته احنا 4 أيام تمرنا كور ثابته، وندرس المنامه شلون يلعبون كور ثابته، وبعدين على جول كره ثابته، على انه جول كره كره يعني كره ثابته. يعني مره ثانيه نرجع حق اللي هم اللاعبين المدافعين انهم يعرفون يوقفون. ما اتفق وياك، احنا كثير نلعب
مني ومن غيري كثير من اللعب. ليش هم يلومونكم؟ لا هذا قلت لك انا كنت لعبت كتيم، اذا انا غلط او غيري غلط فالفريق كامل يتحمله. وهاي اللي قاعد يصير ان الغلط اللي يصير في المنظومه الدفاعيه قاعد يتحمله فريق كامل. اي قلت لك احنا لعب كتيم، انا اغلط غيري يغلط فالفريق كامل يتحمل، هذا هو. في الدقائق الاخيره المنامه جات فرصه يزيد النتيجه. هنا المحاوله، هنا المرمور، هنا تسديده المرمور، لكن مره لكن يا جماعه الخير تمريرة عيسى موسى اللي مررها إلى المرمور ما زالت. يا سلام على التمرير، هنا التقدم والكرة العرضية ضاعت من محمد الحلاق، الخطورة نعم مستمرة، هنا كرة إلى أمام يا واللي صار أن لاعبين البحرين فقدوا السيطرة. لا مو دروب، ما توقع أن دروب، انت شيء طبيعي، انت مهزوم 1-0 فشيء طبيعي انك تفتح الملعب زياده وتهاجم على وعسى ان تسجل التعادل عليهم. واتوقع ان يعني المنامه توافق في كره ثابته عطفا على حتى الكور اللي ضيعها، فاحنا حتى قبل اول دقيقه ضيعنا فرصه ما تضيع، فهذه كرة القدم اليوم. بقول لك شغلة، أنت صرت زين الشوط الثاني مو لأن أنت زين، أنا آسف، لأن البحرين مستوى صار دروب في الشوط الثاني. لا أنت بتشوف هيك، أنا ما معقول أشوف مثلك، يعني ما بصير بكون مدرب إذا شفت مثلك، يعني كل واحد فينا بده يشوف نظرة مختلفة يعني. لا صار زين. آخر 10 دقائق شو اللي صار؟ هل هجمات جاتك آخر 10 دقائق شلون؟ أكيد وضع فريق مهدد بالهبوط بده يحاول يسجل التعادل، نحن كنا عم نلعب بصافين زون متأخر وعم نعمل مرتدة، ولكن بالنهاية واحدة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة ما استفدت من هاي الفرص. فوز مهم ولكن ما عجب جطل، والبحرين أمنياتهم الحين صارت على العلن. أتمنى الخلدية يفوز، يعني مع احترامي حق الشرقي إخواني وعيال عمي، بس أتمنى الخلدية يفوز، أكيد شيء طبيعي. هو تمنى، بس قبل لا نروح نشوف الشرق والخالدية نروح حق الرفاع وسترة ونعرف شنو في مباراتهم بيصير. وهنا بقول لكم من وين ببدأ. الرفاع حال فرقة كلها ترى، يعني شنو الرفع؟ الحين مصالح تضاربت، عرفت؟ ان دش فريق بياخذ منا بياخذون منا الاجواء. هني المشكله. هو قال صح، بس انا يعني ارتقي في الحياتي شوي وما بقول من ستره او شيء كذي، لا انا الرفع هو يعرف من الرفع. الرفع بطل، ما بتحكي عن 4 أو 5 سنين اللي طافوا، رفع اسم كبير من 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 وعينا على الدنيا احنا يعني، وهو يعرف ذي الشيء. الرفع العين والراس. اقول لك خلاص تغيرت اليوم، اليوم ما تعب اليوم. بتلعب، شوف بتلعب يا فريق مهما يكون اسمه الرفع. نرجع لمواسم السابقه كان بطل ولانجازاته بجمهوره بلاعبينه. ولا اليوم بتفوز؟ ان شاء الله بفوز. ما تقدر على الرفع. يمكن كنت ما اقدر، بس يمكن الحين اليوم اقدر. اليوم بعد ليش زين قبل كنت ما تقدر اليوم تقدر؟ بعد اليوم امكانياتي لاعبين اللي عندي موجوده تخلي تنافس الرفع وغير الرفع. انا اكيد اسمي اكبر من اسمه ذي شيء، يعني خالصين منه بدنيا صح، لانه يعني بحكم ان اللاعبين يعني بنيه وش اسمه يعني هم افضل، بس فنيا ليش افضل فنيا؟ انت لا تجي تقول فريق بطل. فريق بطل هذا اسم، هاي كناية وضعها الإعلام الرياضي للفريق اللي حقق بطولة. أنت اليوم نتكلم في اليوم، هل اليوم الرفاع متصدر؟ هل هو الرفاع اليوم قادر أن يحقق البطولة حسب الأرقام والإحصائيات وعدد النقاط؟ هني اليوم تعال اتكلم، قول سترة لا، سترة فريق اليوم يطمح في الصدارة. قلت لك تعادلت الرفاع، قلت لك لا الرفاع تعادل وياي، صح ولا صح؟ ما كان متعادل وياي، كان رفع ما كنت غالبين 1-0 لاخر الدقائق، ما فزت ما علي، بس المباراه ما كانت يعني ان هو كان افضل مني يعني بوايد في الذهاب، يعني اليوم بيبين بس انه افضل وما افضل. لا احنا اكبر من كذي، بس انا بتحكي عن نفسي عن رفع، لا بابا بقول حكي من الحين عقب باسر بعد. شو الحكي بتقول من الحين عقب رفع؟
أشوف من أنا في أندية أنا أشوفها أندية يعني مع كامل الاحترام يعني ترى ما تشوفها يعني أنا أحترم كل الفرق يعني بس يعني شوفوا أني ما أشوفه موضوعنا على سترك بس إذا هو يشوف إنه أفضل مني ويتحاشى يعني أنا أقدر أتحاشى بعد وأقول إنه أنا بعد أفضل منه بمراحل بعد. هذه المباراة أنا مو مرتاح لها إذا تبون الصج أحس إنه ما بتخلص على خير. الشوط الأول فرصة واحدة بس اللي كانت موجودة. يا صلبة جميلة بعدة الكرة الماضية وهنا المرتدة السريعة من بارفو أمامية مع عثمان خطيرة داخل منطقة الجزاء ولكن يا سلام محمود العجيمي يتصدى من جديد بأفضل طريقة بأفضل صورة مرتدة رائعة سريعة جدا ستراوية ولكن بعد ذلك كان موجود الذي ينطلق في الشوط الثاني موتا وسترة كان هو الأخطر في المباراة. كرة عرضية خطيرة كانت لعثمان يحيى خط كرة رأسية خطيرة جدا عرضية مثالية كانت من قبل اللاعب مشعل محمد وبعد ذلك رأسية عثمان تحولت إلى أن تقطع منه وتعود من جديد ما زالت نعم خطيرة هذه الانطلاقات تكون مثيرة يا سلام بارفو عند الكرة بارفو يا سلام يا بارفو يا إرنست عمل كل شيء إلا أهم شيء إلا أهم كرة إلا أهم لعبة إلا أهم صورة كادت بأن تكون لمصلحة نادي سترة ولكن هناك كرة خطيرة رفاعية مثقة تشير لذلك هي الآن الكرة خطيرة أمامية داخل منطقة الجزاء جول لا 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 طلعت الكرة ما دشت الكرة مرت الكرة طلعت سلامات الرفاعي سلامات أي خطورة في الكرة الماضية أي خطورة كانت من قبل لاعبي نادي سترة شوف مشعل محمد بتمريرة رائعة إلى بارفو الرفع ماسك الكرة صح لكنه عاجز أي أقولها نعم عاجز نعم والله لا مو عاجز إن شاء الله يصير عاجز بالعكس أنت إذا تتابع المباراة اليوم سترة متكتل في الدفاع يعتمد على المرتدة خلي يفتح ملعب ونشوف من اللي عاجز أنت أي فريق يلعب ضد الرفع كله يقفل وراء لعب الرفاع معروف من ايام علي عاشور وحتى يوم المدرب الاسباني كله ضغط عالي احنا قاعد نلعب ضغط عالي عليهم لكن اكون شوف حط لك يمار في الملعب متكتلين ستره دفاع يلعبون على المرتد صعب و100% رقم صعب اي فريق يجي يعجز وياه ستره خضر لكنه مو قادر للشباك يهز لا بالعكس يعني الرفاع مقدم مباراه اليوم جدا ممتازه وهذا الجول الحمد لله الرفاع مو بعاجز ويه خير عليكم اكيد وجه الخير يعني اهل الكره دائما ويانا يعني بس ردك حقيقه شوف حق ستره انا اقول لك شيء واحد من قبل قالوا هذه الكلمه وقالوها مو مره ولا مرتين قالوها كذا مره بس اللي احنا نقول لهم شيء واحد احنا رادنا دائما نكون في الملعب والرفاع عمره ما عجز يمكن المباراه اللي طافت ظروف المباراه ما خدمته يعني وقد كان التحكيم يعني مو في صالح يمكن الرفاع ضيع يعني ما تكلم عن التحكيم بس عن الرفاع فقط لا ضيع افرغه وايد التحكيم كان عندنا من هالخلديه من هالمنامه منها كذا فريق زين الرفاع كانوا عاجزين لكن اخذوا النتيجه وستره شنو اللي صار معاهم ما يعني ان احنا ما كنا خاطرين حصلنا فرص بس في الملعب كان رفاع فريق متميز صراحه الشوط الثاني نفس الشيء اللي حصلنا احنا مسكنا الملعب لو تلاحظ في آخر 12 دقيقة تغيرت مجريات المباراة إن في صالحنا صارت في صالح الرفع عادوا أنت الآن تقدر تحلل شنو بالضبط السبب اللي في آخر 12 دقيقة شو السبب اللي غير مجريات المباراة للرفع ممكن مستوى يعني مستوى بدني أعلى ممكن يعني الإعلام اللي شاهد المباراة الجمهور يعرف وخلي يطالعون المباراة على اليوتيوب يودونها قبل الدقيقة 13 شو اللي غير مجرى المباراة أعطاها الرفع أنا ما بتكلم عن أمور خارج نطاق كرة القدم أنت اليوم كمشاهدين شوف المباراة
بعد قبل النهاية ب 12 دقيقة شو اللي خلى الرفاع يلعب أريحية يهاجم فقط بس. أنا أتكلم كناقد فني. احنا بعد نحتاج تكمل الصورة لنا عشان نعرف شنو نظرتك تجاه هاي شو اللي فرق. مدربنا الموفق في التغييرات سلم زمام الأمور للرفاع نقطتين على السطح نقطتين على سطر المدرب فريقنا الكابتن مرجان عيد لم يوفق في تغييراته وفي تبديلاته وسلم زمام الامور للرفاع. هلا انا اقدر اقول انا وجهه نظري ممكن بعد انتم كناقدين او محللين لكم وجهه نظر ثانيه. انا اللي شفته في الشوط الثاني احنا كنا ماسكين زمام الامور اخر 13 دقيقه تحولت مجريه المباراه للرفاع وسجل هدف. ترى كرة القدم جزئيات عرفت كلامي؟ يكون خطأ مدرب يكون خطأ لاعب يكون ولا آخر. اليوم أنا وجهة نظري إن خطأ مدرب. حبيب لام مريان ومريان ما كان موجود عشان يرد للعيان ولكن شنو الفايدة وتترى خلاص للمباراة خسران. مع نهاية المباراة شفت لقطة أسميها لقطة الموسم. شيء حلو لما يكون المدرب للاعبين بمثابة الصديق والأخو. والحين مع مسك الختام الخالدية والشرقي في صدام. الخالدية بدأوا المباراة قبلها بأسبوع باعتراض. احنا ما عندنا مشكلة وين نلعب بس احنا كنا نبي العدالة بين الأفرقة كلها. اليوم اتحاد البحريني رد على كلامنا قال في عدالة وفي كل شيء. وين العدالة؟ العدالة خلنا نتكلم عن نادي الحالة. 4 مباريات لعب على نادي الأهلي. نادي الخلدية لعب نادي الخلدية لعب ثلاث اليوم هاي الثالثة المباراة هني وباقي الأفرقة لعب على مباراة واحدة. وين العدالة اللي قالوا عنها؟ لما تنزل لي بيان تقولي أنت لعبت مثلا مبارتين هاي الثالثة البيان الثاني وين باقي الأندية على مباراة واحدة أكيد هاي بعدالة. إحنا ما رفعنا هالشيء إلا حاسين بالظلم. والله إحنا كلاعبين نقول ساعات إنه ليش الخلدية أصلاً 3 مباريات يلعب في الأهلي قبل الكل مع إنه هو فرق منافس ويلعب كل مباراة مهمة. يعني المنامة لعبنا وياهم مباراة يعني مؤثرة جداً كانت عقب واقفة تلعب عقب واقفة هالمرة تلعب. أنا ما أقول هذه تقصد بس أنا أقول هذه ظلم لنا. إحنا اليوم ما عندنا المساواة في المنافسة. بس يعني شو اللي يخليكم ما تبون تلعبون على هذه الملعب؟ يعني هالملعب الأهلي صاير نفس البعبع حق نادي الخالدية فريق الخالدية. يعني هل أنتوا على الملعب مقربين تلعبون ملاعب الثانية ويكون وضعكم أداءكم أفضل؟ لا مو هذا الكلام ذي كلام غير صحيح. بالعكس أي ملعب نلعب فيه إحنا ملعب نادي الأهلي كانت الإنارة فيه ضعيفة للأمانة والكل عارف ذي الشيء وملعب ما بنفس استاد خليفة وباقي الأندية الكبيرة. ملعب صغير تبي أنت تلعب مساحات تبي أنت عندك لاعبين كواليتي تبي تطلع هذا الشيء داخل الملعب ينصب داخل الملعب. لما تخليني ملعب صغير وتخلي خالدية بس اللي يلعب عليه ونادي الحالة اللي تلعب عليه هايها بعدالة. بس المفروض أن نادي الخالدية فريق جاهز يلعب عليه ملعب. الغربي وين لعب اليوم؟ ليش الغربي ما لعب اليوم هني؟ أنا لعب مبارتين هني الغربي لعب مباراة ليش ما لعب اليوم مباراة هني؟ لعب ضد سترة هو بس ليش ما لعب هو؟ أنا ما أقول الغربي والله أنا والله العظيم ما أقول أي نادي بس أنا أقول المساواة. لا يعني شوف متى ما مبدأ تكافؤ الفرص موجود إحنا نلعب في أي ملعب إن شاء الله تودينا دافنا من الملعب. إحنا كلامنا كان إنه لازم كل الفرق تلعب نفس عدد المباريات على نفس الملعب. ملعب الأهلي ممكن ملعب أصغر مو موضوع إضاءة. الإضاءة هذه يعني أصلاً عيب نتحكى فيها. إحنا بعد نلعب ملعب ظلام مثل اللي صار قبل. احنا اليوم نتكلم عن هذا الشيء المفروض احنا ما نتكلم فيه اساسا. نتكلم عن بنج المفروض ما نتكلم فيه اساسا. انزين اليوم انت بتلعب على نادي الاهلي نادي اصغر ملعب اصغر ممكن حق الفرق اللي تلعب كوره يكون صعب حق الفرق اللي تدافع مع كل احترام طبعا مو المقصود الشرقي او اي نادي اتكلم بشكل عام انا بيكون صعب. اتوقع ان الاتحاد تكلم عن مبدا تكافؤ الفرص فوق 4 جولات يعني بنشوف تكافؤ الفرص ان شاء الله. يعني ان شاء الله الاتحاد ما قال كذي الا بوزع المباريات على كل الفرق نفس الشيء ان شاء الله. جاهزين احنا على اي ملعب
بس بعد مو بكلام دي تقول لي بس الخلدية جاهزة تلعب على أي ملعب وباقي الفرقة ما بجاهزة تلعب على أي ملعب. ما دام أنت حطيت العدالة وحطيت البيان ورديت على الكلام للخلدية وقلت لي عدالة المفروض تحط الجدول كله بو وتقول دي الفريق لعبها الكثير دي الفريق لعبها الكثير، لا تحطني بس الخلدية حين ثالث مباراة يلعبها على استاد نادي الأهلي، الحالة لعب أربع مباريات على نادي الأهلي، وين العدالة اللي قالوا عنها؟ أتمنى أنا كلي ثقة في نادي في اتحاد البحرين، كلي ثقة، أتمنى إن شاء الله نشوف العدالة المباريات الجاية اللي ما لعبت المباريات على نادي الأهلي تلعب على نادي الأهلي، وباقي لنا أربع مباريات إن شاء الله نشوف العدالة اللي قالوا عنها إن شاء الله بإذن الله. الاتحاد كان مفروض يردون لكن نزلوا بيان بدال الرد، وأنا عندي على هالبيان استفسار، هل طبيعي إن الحد يلعب على ملعب محرق 14 مباراة؟ أكيد مو طبيعي، وهبي عارف الحين أمنية النصف بتصير ولا الشرقي عندهم كلام غير؟ شيء طبيعي، هاي الفرق اللي ذكرتها منافسين لنا، إن شاء الله اليوم إحنا راح بإذن الله غير الفوز ما نسعي له، بإذن الله سعيين حق الفوز وإن شاء الله اللي الله كاتبه ناخذه إن شاء الله. الخلدية بايد بكل جدية. إلى سامي حلوة تمرير إلى دومينيك يتوغل دومينيك واحد على واحد دومينيك في منطقة مساحة ميدان تسديدة تلقطها بعمر دومينيك يستلم ودوران جميل تبقى الكرة للخالدية الويز راح يمر في منطقة الجزاء الويز حلوة اللعبة واللي جد ويجتهد لازم في نهاية المطاف يحصد يلعبه أول الأهداف لا أول أهداف الخلداوية أيمن الحرزي هدف جميل من أيمن كرة مهدي حميدان مرت لأيمن وتسديدة أيمن تباغضيات ناصر ويعلن تسجيله أول أهداف نادي الخالدية والشرقي أكيد ما يبون أمنيات الغير تتحقق زيني هذه خطيرة صارت أخطر أبرز هدف التعديل يأتي الآن أبرز يسجل هدف في مرمى فريقه السابق التعديل يأتي عن طريق وانس برنس عرضية جميلة من سامي الحسيني باتجاه برنس ويسجل هدف التعديل يا السلام عليك حطها في مكان جميل في الزاوية الثانية بعيدة عن سيد شمبر علوي ويسجل وانس برنس هدف التعادل لمصلحة نادي الرفاع الشرقي الآن يتعادل ضربة جزاء أو لا أنتوا تشوفونها وتحكمون هذه خطيرة خطيرة وتدخل من سيد شمبر على صالح راتب وهذه هجمة مرتدة الويز ثلاثة على اثنين يلعب هلا مهدي حميدان في الجهة اليمنى بعد بلانتي واضح بعد شوي ويذبح ايش لما بلانتي بعد بس الحكم مر السالفة مال الراية طالع الحكم يطالع بعد من اللي بيعطيهم القرار يعني بعد لازم اللاعب يموت ينتهي موسمه عشان تحسب بلانتي الحكام اصلا هالسنه تعابه حالتهم حاله مو بس هالمباراه يعني حتى المباراه اللي قبل انذارات ضد ستره حتى احنا يوم قلبنا ضد بدايع هاي اكبر دليل ان الحكم عندنا التحكيم عندنا فاشل بس مباراه بدايع تثبت لك ان الحكم في الدور الحكام في البحرين عندنا كلش تحكيم تعبان لا رايهم يعني انا اشوف انه يعني كل حياديه يعني الحارس لعب الكوره لازم الحارس بيطلع بياخذ الكوره في منطقته معروفه يعني هي ما فيها بلانتي لكن ودتنا حق نشوف هدف صحيح ملغي يلعب هلا مهدي حميدان في الجهة اليمنى مهدي حميدان يا السلام راية التسلل نعم راية التسلل موجودة على حالف هتبات المباراة لكن هدف صحيح يلغي ضيع عليكم المنافسة في الدوري غلط يعني ما نبي نواجه شيء شخصي حق أي حكم ولكن احنا نتكلم عن خطأ تحكيمي يضيع عليك منافسة على الدوري في النهاية من بيكون سيء بيكون لاعبين بيكون مدرب بيكون السدارة بيكون الإداريين موزنين مرخلية لأن هدف ضيع عليك ثلاث مرات احنا بنأكلها في النهاية انت قاعد يعني تفد على كلامي نفس الشيء يعني احنا اليوم ننافس على الدوري اليوم المنام منافس ما يكون في أفضل حالاتي يفوز 1-0 شو المشكلة ان انا اكون مو في أفضل حالاتي وافوز لكن اللي غير يقول لعدم تركيز أي حكم مهما كان اسمه مهما كان دي يعني لا تعليق صراحة يمكن حسين بابا قبل تذكرون شنو قال احنا تضررنا من الحكم وايد تضررنا عادي ما سوينا اللي قاعد يصير
احنا اول فريق طلع من الكاس صح، ما سوينا اللي قاعد يسوونه باقي الفرق، فليش هي اسلوب الضغط على الحكام؟ هاي حكام في النهايه بحرينيين مثلنا، مثل ما احنا نغلط، احنا كادارات نغلط، كلاعبين نغلط، الحكام بعد يغلط. لكن اليوم نفس الصورة تنزل بعبارة ثانية وغيرها من صور. أنا بقول شغلة الصراحة، الواحد فعلا لما ما ياخذ حقه وينظلم يحس بالقهر. احنا ما نقول الخطأ مقصود، بس يا جماعة أحد يفهمني هذه الهدف شلون ألغي؟ صدق لأن ما فيها شك ولا 1% أن هي خطأ. أنا كنت ساكت وما أبي أطلع الملف الموجود اللي عندي اللي يخص التحكيم، بس للصبر حدود وشكله بيطلع جري، وأنا أقول ترقبوا اللي بيصير. وهاي الهدف الملغي أتوقع بيخلي الخالدية يخسر فرصة المنافسة على اللقب. احنا بعد باقي لنا 4 مباريات، الأمل في 4 مباريات الجاية، ممكن مثل ما يقولون هم اليوم عطونا بداية وفي النهاية هم يتعثرون الباقي واحنا ناخذ الدوري إن شاء الله. المحرك قادر انه ياخذ كل النقاط ويحقق اللقب، ولا الخالدية بيجي من بعيد وبيكون هو البطل، او ان المنامة ما بيعطي مجال لأي مفاجآت وبيصمد للنهاية؟ ولين ما نعرف بيبقى هذا المختصر، لكنه نقطة في بحر.